يعني زينب، نحن مختلف بكل عائلة أو كل بيت إلى يمكن طريقة تفكير معينة. في أشخاص مجرد ما بيمرضوا بياخذوا نوع دواء، في أشخاص لا بيقولوا لك أنا ما بحب الأدوية، بياخذوا الأعشاب وبياخذوا الزهورات وبياخذوا كل شيء سوائل، بعدين مثل ما بنقول آخر شيء بيلجأوا للأدوية. أنت شو بتحبي زينب؟ هلا انا دائما بحاول بعد عن الدواء بصراحه، انه اخر حل هو الدواء، لانه بضل شيء كيميائي، بحب الشيء الطبيعي يعني، او تمام قوي مناعتي بشيء طبيعي. واليوم معنا حدا رح يعزز هي الفكره، الدواء انه تمام بيتاخد ضمن شروط معينه ووصف الطبيب يعني. تمام يعني زينب، كثير من الاشخاص مثل ما قلنا بيلجأوا للادويه بشكل مفرط، ويمكن حتى بدون استشاره طبيب، وبيلجأوا احيانا لاستشاره الاصدقاء الجيران وغيرهم. لكن في حل بديل، حل كتير حلو موجود بكل بيت، هو الأعشاب. أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور شادي الخطيب، رئيس جمعية الطب التكميلي التكاملي في سوريا. صباح الخير دكتور. صباح الخير، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. يعني عم نحكي عن موضوع أنت دائما بتشدد عليه، أنه حتى الأطباء يعني من كافة الاختصاصات، أنه الدواء هو خلينا نعتبره سم مؤقت حتى يكون الجسم بحاجته فعلا ليقاوم مرض معين. عم نشوف نحن دائما بالآونة الأخيرة الدواء يؤخذ عبر نصيحة صديق، تمام، أقارب، صيدلاني أحيانا غير معني بوصفة معينة، ممكن هذا الشيء يسبب آثار سلبية. خلينا نحكي اليوم قدي عم تصادف هدول الناس، وقدي في أمراض بسيطة مثل مثلا اللي يمكن الزكام التحسسي أو شيء ممكن تنحل بالأعشاب أو بتقوية المناعة. أول شيء الله يعطيكم العافية، موضوع مهم الحقيقة. عالميا بيسموا هاي الحالة سيلف ميديكيشن، اللي هي المعالجة الذاتية. صحيح. اليوم نحن السيلف ميديكيشن لما بتكون من مستحضرات طبيعية موجودة بالبيت، مثل ما تفضلتي حضرتك بالبداية بأنه نحن ندعم المناعة، ناخد شيء يساعدنا لبعض المشاكل الهضمية، إذا في عندي مشاكل العلاقة بالجهاز التنفسي كمان ممكن ناخد بعض الأعشاب. هون بيكون السيلف ميديكيشن صح، لانه نحن عم ناخذ مستحضرات طبيعيه متوفره بالبيت لندعم فيها صحتنا. طبعا لازم ننتبه نحن بانه نحن فعلا ما نكون وصلنا لمؤشر خطر، بمعنى نحن اليوم كل مرض ببلش يعطينا شيء بنسميه اعراض. هاي الاعراض هي عباره بمثابه مؤشرات لازم ننتبه عليها. لما بتتطور هالمؤشرات، بتتطور هالاعراض لدرجه نحن نضلنا عم نتجاهلها، ممكن نوصل لنقطة المرض يكون غير قابل للحل أو يصير مشاكله كتير صعبة. بناء على اليوم نحن بالبداية لما تبلش تظهر مشكلة خفيفة من مشاكل اللي ذكرناها، بنعمل نحن معالجاتنا الذاتية بالبيت ضمن الأعشاب المتوفرة. بلشت الأعراض تظهر، لازم نراجع مختص رعاية صحية اللي هن الصيادلة والأطباء. وبشكل أساسي نحن لازم ما نعتمد على ما نسميه السوشيال ميديا ووصفات الإنترنت المتنقلة، اللي هي حدا ببلش يعمل بده يحصد لايكات وهيك ببلش ينزل وصفة بيحكي كلمتين صح والباقي فيهم خطأ كبير. وللأسف نحن اليوم مجتمع إنه نحن قرينا نستخدم الحبة مهمة تجربة فلان. نحن دائما بنركز على فكرة إنه نحن إذا تجربة شخص فهي شغلة مفيدة. طب شو عرفنا انه فعلا هو مجرب هيك؟ شو عرفنا انه نحن هذا المستحضر كان تستفيد كل الاجسام تماماً. يعني بناء عليه اليوم نحن بكل دواء في نشرة داخلية مذكور فيها عدد كبير جدا من الآثار الجانبية، تداخلات دوائية، ممكن فرط الجرعة شو يسبب، السمية. مثل ما ذكرتي حضرتك الأدوية الكيميائية هي بالأساس مركبات كيميائية وتعرف على أنها سموم ولكنها مفيدة ضمن جرعات محددة. وبالتالي نحن ما فينا كل يوم نروح نتوجه باتجاه الأدوية لحالنا من تلقاء ذاتنا. بدي أضرب مثالين بسيطين. أول شيء الباراسيتامول هو مركب يمكن الكل بيستخدمه بكميات كتير كبيرة. صحيح. أثبتت الدراسات تمام، أثبتت الدراسات بأنه له سمية على الكبد وسمية تراكمية، بمعنى أنه نحن اليوم لما عم ناخد عم يتراكم لفترة حتى يوصل ليعمل أذية كبدية. طبعا هذا الكلام ما هو بجرعات الصغيرة وما هو بجرعات الموصوفة من قبل الأطباء، هذا الناس اللي هن معتادين ما فيهم يعيشوا يومهم إلا ما ياخذوا مسكن يعني ألم أو خافض حرارة أو ما شابه. الأمر الآخر في عنا الصادات الحيوية أو ما يسمى شعبيا بأدوية الالتهاب.
هي ليست أدوية التهاب، هي مركبات قاتلة للجراثيم. للأسف نحن وكأننا عم نستخدم سلاح لا نقتل فيه هذا الجرثوم، مرات نستخدم يعني مركبات قوية جدا، وحتى يقال لا تقتل نملة بمدفع. إذا أنا عندي التهاب بسيط ومرافق يعني مرافق لإنتان، بعالج بالنوع المناسب، مو الفكرة أخذ جيل جديد وبالتالي أنا أحسن أو أفضل صحتي، لا. صحيح. الأمر الثاني هو تكرارية الوصفات لحالنا، بيسمع أنه فلان أخذ يأخذ هو، أو مرات طبيب وصف لنا من كذا سنة نرجع منكرر الوصفة مرة ثانية، مرات نقسم الدواء، يعني الأب بيأخذ لأولاده شراب المضاد الحيوي وبيقسمه لولدين أو ثلاثة، ولد مريض نعطي الثاني للوقاية. هي كلها مفاهيم خاطئة. بالصاد الحيوي مفروض الطبيب هو اللي يحدد شو الصاد الحيوي المطلوب، طبعا الصيدلاني كمان قادر انه يساعد، ولكن المريض ما انه مؤهل انه هو يختار الصاد الحيوي من تلقاء نفسه. والامر الثاني المدة، بيرتاح خلال يوم والثاني بيوقف الدواء. صحيح. المفروض نحن نخلص كل الكورس العلاجي. صحيح. وبالتالي هون هاي المفاهيم لازم ننتبه عليها. وجزء كبير من الناس وخاصة فيما يتعلق بأدوية التجميل والتنحيف وفتح الشهية بروحوا بيعتمدوا على وصفات بالإنترنت، خذ دواء الفلاني هذا بيعمل كذا هذا بيعمل كذا، وبنشوف الأعراض الجانبية. والأخطر منهم موضوع السرطان، اللهم عافينا ويعافي المشاهدين جميعا، إنه هم تماما. تخيلي في ناس عم بيعالجوا كيميائي وبيكون مستقر وعم ببلش يشوف فائدة وصل له فترة لحتى اقتنع وبلش هذا، بيجي حدا بيقول له شو بدك بالكيميائي بيأثر عليك، في عشبة في 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 عسل من فلان مكان في كذا، وقف دواك وخده. اللي عم بيصير أوقف العلاج، تفاقمت الحالة، وبعض الأحيان بيكون فيها يعني نحن افترضنا إنه نحن ما نعم تفيده ولا نعم تضره، فمجرد إيقافه العلاج رح يتأثر. والبعض الآخر لا، عم بيكون لها أثر ضار عليها لأنه فيها بعض المركبات اللي لها تأثيرات جانبية وبالتالي عم تأثر. لذلك مقولة الأعشاب آمنة بكل الجرعات وإذا ما نفعتك ما بتضرك خاطئة تماما. في بعض الأعشاب لها كتير تأثيرات سمية ونحن لازم ننتبه عليها. نرجع منقول السلف ميديكيشن اللي نحن المعالجة الذاتية اللي نحن ممكن تكون إذا في عندي أعراض زكام مثل ما ذكرتي بداية ظهور أعراض زكام، بعض المشاكل الهضمية، النفخة، تطبل البطن، مشاكل الكولون، تشنجات، بعض الآلام المزمنة اللي بيكون في عندي مثلا أشخاص عندهم بعض مشاكل المفاصل وشي، إذا بلشوا ياخذوا شيء نباتي يساعدهم، اللي عندهم اكتئاب توتر ما عم بيقدروا يناموا أفضل ما ياخذوا مركبات كيميائية. في بعض الأعشاب اللي فعلا لها دور مهم مثل الخزامة، مثل المليسة، مثل اليانسون، بتساعد على تهدئة الأعصاب. بنفس الوقت الأشخاص اللي عندهم مشاكل سعال مزمن وخاصة المدخنين، نحن عندنا اليوم مدخنين بيعانوا من شيء اسمه السعال الصباحي المزمن، هدول الأشخاص لازم ياخذوا مستحضرات مثل الزعتر البري، مثل النعنع الفلفلي أو النعنع المتوفر بين إيدينا، الزوفة، الكركديه، الختمية، الخبيزة، هي كلها مركبات فينا نحن ناخدها وتساعدنا بشكل أساسي على هذا. بالإضافة الناس عم يعملوا حمية، شاي أخضر مثلا، في ستات صبايا شباب حابين يعملوا شيء حمية، فياخذوا من المركبات الطبيعية مضادات الأكسدة. وآخر شيء بالعالم اليوم منتشر شيء اسمه الحفاظ على صحة الجسم، مضادات الأكسدة كمان نحن هاي مهم ناخذها من مصادر طبيعيه. في ناس يعني بتثابر على استخدام مثلا قمح المبرعم، شوفان، قشور شوفان، هاي مركبات مهمه لصحه الجسم، لصحه الكولون، لصحه الخلايا والبشره. نعم دكتور، سريعا من الملاحظات يمكن يلي شفناها نحن كمان بشكل كثير كبير، قد ايه عالم عم تاخذ فيتامينات كمان بشكل كثير عشوائي، فاتح شهيه بدون استشاره الطبيب، والشاطر يمكن يلي بينحف اكثر او بيسمن اكثر، والشاطر يلي بيفتح شهيته بطريقته. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، قد ايه له خطوره كمان اليوم. حقيقه موضوع فتح الشهيه للاسف في بعض الادويه اللي هي مضادات تحسس بتسبب النعاس وبتفتح الشهية. وصفة ذاتيا عم بيسبب لنا مرات، في ناس عم ياخذوا جرعات اوفر دوز، عم بيصير في عندهم تأثيرات جانبية كتير شديدة. لذلك هون بننبه إذا ما أنا وصفة الطبيب ما بناخذها لحالنا نحن. مجموعة الفيتامينات اليوم في عنا شيء بنسميه تسمم بالفيتامينات، بعض الأشخاص بياخذوا فيتامينات من مصادر كيميائية بكميات كبيرة. اليوم الفيتامينات تؤخذ لأعراض النقص،
لما يكون في عندي نقص ببعض الفيتامينات انا فيني اخذ فيتامينات محدده وبالتالي يمكن دكتور تمام لفترات محدده يعني لفترات كمان كنت مثلا الحديد او الترزيلك اللي عم نشوفه عم يسبب تسمم لكن في تسمم في حالات تاثير على الكليه لانه في بعض اطراحهم بيكون كلوي بعض بياثر على اجهزه ثانيه بالجسم بناء عليه نحن مسموح ناخذ الادويه ضمن جرعات محدده وضمن توقيت محدد. الامر الاخر موضوع قطع الشهية أو التنحيف. للأسف بعض الصبايا مثلا نسمع ونشوف أنه هن عملوا صيام يعني سواء متقطع أو مستمر أو صار عندهم ردة فعل صار يأخذوا بعض الأدوية اللي غير مسجلة بوزارة الصحة واللي عم تعطي تأثير قاطع شهية. نحن مننبه هاي الأدوية وجد بأنه فيها مركبات كيميائية يعني مغشوشة بمركب اسمه السيبوترامين. كل دواء بيعطي تأثير سريع وله تأثيرات بنلاحظ تأثيرات على الاكتئاب وبيأثر على الأشخاص اللي بلشوا يعملوا الحميات بطريقة أنه هن صار في عندهم قهم ما عاد يعني يقدروا ياكلوا. هذا له تأثير مركزي، وتأثير مركزي معناها في تأثير على الدماغ وبالتالي تأثيرات ثانية ممكن تنسحب بالجسم. نرجع مننبه لا ناخذ فيتامينات بجرعات مستمرة لحالنا، حتى لو فيتامين سي موجود بالطبيعة فينا ناخذه من مصادره الطبيعية بشكل آمن. لما بيكون في عندي أعراض نقص بروح باخذه أنا من المتممات الغذائية أو الأدوية الموصوفة من قبل طبيب أو صيدلاني. نعم دكتور شادي، يعني ما بينمل من الحديث لأنه كثير في أسئلة عند الكل. بتعرف يعني الأمراض هلأ صارت الأوبئة سريعة وكثيرة وجديدة عم تطور حالها تمام. فهي يعني الأسئلة كثيرة، لكن أكيد بالحلقات القادمة رح نحكي أكثر عن كل تفصيل بتفصيله. أكيد بنتمنى من الكل أنه دائما ما يخبص لأنه عن جد هلأ في موسم فواكه يمكن فرح وكثير فواكه الصيف منيحة ومفيدة خاصة الفاكهة الملونة تماما، فبنتمنى الكل ياكل فواكه كمان موسمية والخضار الموسمية. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. يعطيك العافية. شكرا.